بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة شاكب راكب، كما عودناكم دائما نقدم لكم كل ما هو جديد. سنتحدث معكم اليوم عن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وفقا للأقساط المعلنة. تم تقديم 3 برامج للتقسيط، البرنامج الأول من 1500 إلى 1800 جنيه، البرنامج الثاني من 1900 إلى 2200 جنيه، والبرنامج الثالث لأكثر من 2300 جنيه. بيقدم البرنامج الأول قسط من 1500 إلى 1800 جنيه، ومقدم به سيارات سوزوكي ألتو ولادا جرانتا. أما البرنامج الثاني للتقسيط من 1900 إلى 2200 جنيه، فبيقدم سيارات الأفيو الأوبترا الفئة الأولى، السيارة ساني الفئة الأولى، والسوزوكي ديزاير والبي واي دي فئة الاف 3. أما البرنامج الثالث لأكثر من 2300 جنيه، فبيقدم سيارات الأكسنت أر بي، الانترا اتش دي، والسيارة السنترا والإم جي 5. والآن سنستعرض مع حضراتكم المواصفات التفصيلية للسيارات المقدمة ببرنامج إحلال السيارات. فيما يخص السيارة سوزوكي ألتو، 47 حصان، 3 سلندر بسعة محرك 800 سي سي، السيارة مانيوال 5 سرعات. تتميز السيارة بالحجم المناسب للشباب والأسر الصغيرة والتعامل داخل المدن، كما تتميز بتوفير الوقود حيث تستهلك 3 لترات لكل 100 كيلو متر. السيارة بها فرامل ABS، وهي من أشهر السيارات صغيرة الحجم بالسوق المصري، كما أن بالسيارة 2 إيرباك، أحدهما للسائق والأخرى بجوار السائق. تباع السيارة في السوق المصري بمبلغ يقارب 125,000 جنيه. السيارة من إنتاج شركة سوزوكي التي تم إنشائها باليابان عام 1909. كما تم إنتاج السيارة سوزوكي ألتو بداية الإنتاج في 1979. أبعاد السيارة: الطول 3 متر 44 سنتي، والعرض 1 متر 49 سنتي، والارتفاع 1 متر 47 سنتي، وقاعدة العجلات 2 متر 36 سنتي. الشنطة سعة 180 لتر. السيارة لديها كراسي خلفية قابلة للطي وتكييف والزجاج مانيوال. خزان الوقود الخاص بالسيارة سوزوكي ألتو يسع 35 لترا، والسرعة القصوى للسيارة هي 130 كيلومتر ساعة. تصل السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في 20 ثانية. كما يقدم البرنامج السيارة لدى جرانتا بفئتيها المانيوال والأوتوماتيك. السيارة تتمتع بسعة موتور 1600 سي سي، 16 صباب في السيارة الأوتوماتيك و8 صباب للسيارة المانيوال. السيارة لديها ناقل حركة رباعي أوتوماتيك وتعمل بقوة 98 حصان، كما أن للسيارة خزان وقود يسع 50 لترا. وفيما يخص عوامل الأمان، يتوفر بالسيارة وسائد هوائية بالجهة الأمامية، كما يتوفر لديها نظام الثبات الإلكتروني ومساند للرأس للجهة الأمامية والخلفية. يوجد بالسيارة نظام ABS الذي يمنع الانزلاق ويعمل على انغلاق الفرامل، كما يتوفر بها نظام EBD الذي يعمل على توزيع الفرامل بشكل متساوي في جميع أجزاء السيارة. السيارة لديها شنطة خلفية تسعة 440 لتر مع توفير تجويف يساعد لدخول الأغراض بشكل سلس. يتوفر بالسيارة جنوط مقاس 14 إنش مما يساعد على ثباتها على الأرض. أبعاد السيارة: يصل طول السيارة إلى 4250 مليمتر، والعرض 1700 مليمتر، وارتفاع السيارة 1500 مليمتر. السيارة لديها تكييف يغطي الكابينة من الداخل بشكل كامل، وتعد السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود حيث تستهلك 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر. يوجد بالسيارة نظام الغلق المركزي، كما تتمتع بمواصفات عالية الجودة داخليا من حيث الجلد والتبلوم. السيارة لا يتوفر بها مرايات جانبية كهربائية إلا من خلال الفئة الثانية، ولا تتوفر في الفئة الأولى. وتعد السيارة لادا من أشهر السيارات في تلك الفئة السعرية، حيث تقدم بفئة سعرية تتراوح من 153 ألف إلى 173 ألف جنيه مصري.